لقد قررت أن تهجر إلى مسكنة. مسكنة؟ ومن قال لك ذلك؟ أنا فعلا كنت متوجه إلى ودنيني. وزوجتك نور، هل ستأخذها أو ستتركها هنا؟ في الحقيقة لا أعرف، ربما سأدفعها إلى الدوك أو إلى أي شركة أجنبية يعيدون التصنيع ويخرجونها لي صابون أو أومو. صدقني يا جدي لقد مللت منها، إنها تشخر كثيرا، عندما تنام بالليل وكأنها سنتروا بالكينجي. صدقني لقد مللت، فما هو رأيك؟ رأيي أنا، لقد قلت لك قبل أن تتزوج، روح يا مهند يا ولدي شوف لك واحدة تعرف تفتل البربوشة وتدير العيش، تعرف الطيب كسرة الشحمة، ما هيش كما هذه تنوض على 11 وتحب تتفرج المسلسل. يعني قلت لك شوف واحدة بنت حلال، على الأقل دير لك الخليع. هاني جيت كالوقية باش نطلع عليك، وجبت لك معايا اللوبيا تابو العريس. ما بغيتش اللوبيا، بغيت كرافاش بولحية. هي قولي اللوبيا خير، دبر على روحك، ديها معك وروح كلها انت وامك. وإلى أين متجه هذا الصباح؟ وش دخلك رايحة والرايحة تشغل بي انت؟ هذه جديدة هذه. إنه مجرد سؤال. بلع فمك. لا علينا الآن، أنا آسف. أما لا تحبي نجيب لك حمص زايد بويو؟ يا أخي تشتيه نجيب لك. أنا قلت لك اديه لأمك. نسياني شي؟ أوف، راح تهبلني أنت، شغل بروحك. عندك لا تنسى المعن والقشة ومحطوط فوق بعضها، لا تنساه بلا ما نوصيك. لا لا أبدا. ايه يعني شفتها دخلت العرس تحسب في روحها هي مرات الخليفة، والله هي القنطورة دي اللي لابستها. بعد دير 120 درهم اني سمتهم، وما هوش ذهب بيباعات وشرت البلاكيور. ما لا تبقي على خير، هارت لك ونهار الجمعة يا اخي تشيل الحمام سامي على الولاد. الوجع قلبه بيوجع